أنا الآن في الميقات، ميقات أهل مكة والمقيمين فيها، جامع أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها. لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم عمرة عن المرحوم عطية محمود عطية النوري أبو محمد رحمه الله وأسكنه فسيح. أنا الآن في طواف العمرة عن المرحوم عطية محمود عطية النوري أبو محمد رحمه الله وأسكنه فسيح جناته. اللهم اغفر له وعافه واعف عنه واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقي الثوب الابيض من الدنس. اللهم جازه بالحسنات احسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم افتح ابواب السماء وابواب رحمتك وابواب جنتك اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اجعل قبره روضة ورياض الجنة ولا تجعلها حفرة وحفر النار. اللهم مد له في قبره الجنة. اللهم انزل، اللهم انزل على قبره الضياء والنور والفسحة والسرور. اللهم افسح له في قبره ونور له فيه برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انقلهم من ضيق اللحود والقبور ومراتع الدود إلى جناتك جنات الخلود في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.